معانا الناقد الرياضي ايهاب الخطيب. اهلا استاذ ايهاب، ازي حضرتك؟ استاذ عمرو اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. ايه الاخبار؟ ميتشو قاعد ولا ماشي؟ طيب ميتشو حتى هذه اللحظة قاعد، واجتماع بكرة مش هيكون بالضروري اجتماع حاسم في مجلس إدارة نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك أعلن بكرة في اجتماع حاسم الساعة 12 علشان يحسم مصير ميتشو. هذا الاجتماع بشكل كبير مش هتحسم فيه مصير ميتشو، لأن لعيبة نادي الزمالك عملوا مفاجأة من العيار الثقيل. لعيبة نادي الزمالك جمعوا بعضهم وراحوا لأوضة ميتشو في المعسكر وقالوا له تعالى نقعد تحت، نزلوا قعدوا في الريسبشن تحت وقعدوا يتكلموا وقالوا له احنا عارفين ان المشكله مش فيك وانت شايفنا احنا بنقضي ازاي، لكن احنا عندنا مشاكل. واتفقوا بعد القعده دي انهم كلهم يدعموا ميتشو بنفس الشكل وبنفس الطريقه بكلمه واحده وبصوره واحده على مواقع التواصل الاجتماعي. ودي اول مره لعيبه في اي فرقه تخرج عن طوع الاداره، بمعنى ان لما نما الى علم اللعيبه ان الاداره بتفكر انها تقيل ميتشو، اللعيبه خدت شكل تاني خالص. هنا اللعيبة عملت حاجة من أخطر ما يمكن. ده تمرد. إنها بتقول غير إنه تمرد، إنها بتقول واضح كده إن العيب مش في الراجل ده، على الرغم إن مش شغلة اللعيب اللي يقول العيب فين ومش فين، لكن اللعيبة عايزة تقول إن ما يحدث في فريق نادي الزمالك لا يتحمله هذا المدير الفني منفردا. رسالة واضحة للجميع، لما لعيب يتحرك ويجيب المدير الفني بتاعه اللي مغضوب عليه ويقعد معاه ويقول له انا هدعمك لان انا شايفك انك مظلوم. يعني انت عايز تقول لي انه اي مدرب هيجي مش هيجيب نتيجه؟ اللعيبه اللي قالت كده بقى، وانا باكد كلام اللعيبه،